عايزاكي تشوفي لي شغلانه تانية يا خالتي زنوب. كلام ايه ده يا بيه؟ قوم كده كرهتي المهندس. وشه مكشوف. وشه مكشوف؟ قوليها تاني، وشه مكشوف؟ ما وديناك بيوت زين قلتي الا المهندس، كان موصوف لك المهندس ودلوقتي بقى كوخ المهندس. ما كنتش فاكراه كده، طول ما هو قاعد في البيت نقري من نقري وناوي لي على نية. ما شاء الله ما شاء الله، وبيقعد لك مخصوص في البيت؟ دي اختي ولا السفيرة عزيزي، وده يخليكي تهجي ولا تلبدي؟ يعني عايزاني استنى لما يفضحني؟ استني واتقلي، التجل صنع يا بيت، وما دام انت عاجباه تقدري تطلبي مني اللي انت عايزاه. مش هقدر ابدا اخد منه اللي انا عايزاه. مدام راويكي مفيش حاجة هيعزها عليكي أبدا، اسمعي كلام زنوبة، داني في شبابي كنت حلوة زيك، وكنت كل لما نمر على واحد ما كنتش أسيبه قبل ما أسلب منه اللي أنا عايزاه. يا بنت ما تبقيش عبيطة، الرجالة زي السمك يبصوا للطعم وما يشوفوش الصنارة، فيه راجل يجي بالكلمة الحلوة وفيه واحد بيجي بالنظر النعسانة في العيون الكحيلة، المهم يلقط الطعم وبعد كده تسحبيه زي ما انت عايزة، تسقيه المر تسقيه الحلو انت وكيفك. مش المهندس ده سيدواني خدام. ما تبقيش عبيطة، في البيت المقفول على اتنين الجمال هو صاحب السيادة، والراجل مهما عيلي مقامه مادام مفيش حد شايفه هيترمي ويتمرمغ تحت رجليكي. وايه اللي يزنق على كده؟ الحب الحب يا ما بيزل. كان فيه يا عيني جدع زي القمر، متعلم وابن زواج، حبني ما قدرتش اجاوبه صديته. اعمل ايه يا اختي، اصل الواحد قلبه مش في ايده، حب انساني شم كوكايين وكل افيون وفي الاخر قتل نفسه. مات؟ ربنا يسامحني. لو اضمن ان المهندس يتعلق بيا كده ويشرع له اللي شرع كنت اقعد. وليه بس الاذيه دي؟ عشان اذان. مساء الخير يا سيدي. كنت فين الصبح يا ام؟ اصلي رحت اجيب هدومي من عند خالتي زنوب. انا افتكرتك طفشتي وقلت يا خساره مالكيش اسمه في الحاجه الحلوه اللي جابها لي. والنبي ايه صحيح جبت لي حاجه؟ ايه رايك في الكردان ده؟ ده لياني؟ لا لياني. والنبي ما تمهزقش بيا يا سيدي احسن اني بصدق. طب خد البس. عشت وشفت القشره الدهب ده دهب 21. والنبي ده انت حنين يا سيدي، انا ما كنتش فاكراك كده. اوعي ما اوريك تلبس ازاي. ربنا ما يحرمنيش منك، انا ما كنتش احلى ملبس ذهب ولا في المنام. انت لسه شفتي حاجه، انا مش هعز عليكي شيء ابدا يا امي. سيدي هنرجع للشقاوي؟ لسه برضه نفريه، انا قلت عليكي عائلتي. طب ما تخافيش تعالي. وريني عينك قبل. اهم. لا انا خايف. شفتي فيهم ايه؟ شفت انك مش ناوي تجيبها البار. احلف لك بيه عشان ما تخافيش مني. لا ما تحلفش، احسن الحلفان يقع في الارض. بس لو تعالي. لا 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 يا سيدي. اهياني منك ومن ملاوعي ده. اهياني انا من غرامك. غرامي؟ تكونش ناوي تضحك على عقلي بكلمتين. ليه بس؟ ومين احلى مني؟ ان شاء الله تتهنى. انا صحيح غشيمه لكن فاهمه ان الحلوين كتير. انا مش شايف حد غيرك في قلبي. سلامة قلبك، هو اني قد المقام؟ ازاي؟ انت مش عارفه قيمه نفسك. بكره تتفرجي على روحك لما تسيكي من عند الفرنواني. والذهب يبقى في ايدك من هنا لهنا، واوديكي مصر وافرجك على جنينه الحيوانات واللونا بارك. الناس وانت جنبي في الحنطور هيقولوا مين السنيوره. لا 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 يا بنتي يا سيدي. مش فاتحك. مش حبيبتي. هو اني قادر عليك لما هقدر على كلامك الحلو. تتمسى بالخير يا سيدي. يعني مش تسمعي؟ الصباح رباح يا سيدي. فات يوم ورا يوم، خدعته الابتسامة والنظرة اللي بتوعد وما بتوفيش. السمكة لقطت الطعم، الصدمة له رغبة
والباب المكفول خلاه يتعلق بي اكتر واكتر. أمنة افتحي يا أمنة. بالنهار باله مشغول وبالليل سهران والنوم جفاه، عذاب الحب ابتدى واني ابتديت اعرف اني حشوفه قريب تحت رجلي راك. دي لعبه دي يا باشمهندس، انت ما بتشيلها ابدا. والنبي احسبني في حالي، انا مش فايقلك. ايه الحكايه؟ يا لسه تقلقان عليك ولا ايه؟ ايوه يا سيدي، البنت دي هتجنني خالص. اما انت امر غريب، فيها ايه علشان تتعلم بيها؟ العناد. يمكن لو كانت سهله ما كنتش فكرت فيها. غيظني قوي اني مش قادر على بنت زي دي. مش يمكن شريفه يا اخي؟ ما افتكرش، المعامله اللي بتعاملني بيها مش شريفه بالمره. وكل ما افتكر اني خلاص وصلت اليها قلبت بغم ورجعت شريفه تاني. يبقى بتحب واحد تاني. حاكم دول صرفوهم كده، ترفض النعمه وتدور على واحد من توبها يسكنها في عشه وتنام معاه على وش. تحب اقول لك وصفه تخلصك منها؟ قول. انا نازل على مصر، تعال معايا اقضي لك يومين مع صاحبتك سونيا، وانا اراهنك انك هترجع من هناك فايق ورايق وامنه دي ولا على بالك. ايه قلت ايه يا عم؟ ماليش مزاج. اقعد اتعبد في جمال البرنسيسه بتاعتك. امن امن. علي لي. كنت نعسان يا بيه. مين معاك هو؟ جوي؟ ابدا يا بيه. طب تعالى كده. امال فين؟ انا هنا يا سيد. انت بتدور عليا؟ انت بتعمل ايه يعني؟ مش سامعني بنادم الصبح؟ سامعاك يا سيد، ما انا كنت نازله اهو. هتوحشنا يا سيدي. بالذمه. والنبي صحيح هتتأخر قد ايه؟ كتير، والفرصة تبقى تقابليه. هو مين؟ الواد اللي بتحبيه. يا ندمتي يا سيدي. أنا كشفك كويس، تفتكريني مصدق إن مفيش حد شغلك؟ أبداً والنبي يا سيدي عمري. أمال تقلقانة عليا ليه؟ مغلباني ليه؟ ما قلتلك يا سيدي، هو أني قد المقام. 100 مرة أقولك الحب مفيهوش مقامات، أفهمك إزاي؟ أعمل إيه عشان تصدقيني؟ أركع تحت رجليكي؟ أديني بركة. يا أمنة أنا في عذاب، ليل ونهار بفكر.